يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب الناس فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد